بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين لذاذ قوي وسهلين جدا. اول وصفه هنعمل بيتزا المكرونه، حلوه قوي. اوقات بنعمل مكرونه ويتبقى مكرونه مسلوقه ومش عارفين نحطها في ايه، نعملها ايه مع الولاد، فممكن نعمل بيتزا المكرونه او حتى تعملي مكرونه مخصوص لبيتزا المكرونه. وصفه سهله جدا وخطيره، هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. والوصفه الثانيه هنعمل مقرمشات بالجبنه. عجينه بسيطه جدا جدا تحفه، هنعملها سوا مع بعض وبتدخل الفرن، خطيره برده ان شاء الله تعجبكم والحلقه كلها تعجبكم. فاصل بسرعه جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل مكرونه البيتزا، خليكم معانا. انا جيت هنعمل اول وصفه مع بعض دلوقتي، مكرونه البيتزا. حلوه قوي قوي يا جماعه، لذيذه وسهله جدا. هي قصتها ايه؟ احنا معانا مكرونه مسلوقه، والمكرونه البني هي يعني اليق مكرونه للوصفه دي، تمام. مش هتنفع بالسباكيتي ولا بالمكرونه الصغيره ولا الكلام ده، يعني هي دي اكتر مكرونه هتليق قوي مع الموضوع ده. فاحنا معانا كيس مكرونه بني او المكرونه القلم مسلوقه، تمام. هنحتاج بقى ايه علشان نعملها بيتزا وتبقى شبه البيتزا بالظبط؟ محتاجين نحضر صلصه البيتزا. صلصه البيتزا بقى اللي هي السريعه التحفه جدا، تعملوها اوام اوام. هنحتاج تقريبا كوبايه من معجون صلصه الطماطم، وطبعا كوبايه دي هيبقى كتير، بس انت تحوليها لصلصه بيتزا وتشيليها عندك في الثلاجه في اي وقت تحبي تعملي وصفه بيتزا او طعم البيتزا حتى كمان نفسه مع المكرونه، بيبقى خطير. يعني السر كله في الصلصه الحلوه دي. فاحنا معانا معجون صلصه طماطم زي ما اتفقنا، تقريبا دولت هنقول كوبايه، تمام. كوبايه من معجون صلصه الطماطم، هنحط عليها طبعا ملح، فلفل اسود، هنحط تقريبا معلقتين كبار من زيت الزيتون او الزيت العادي مفيش مشكله، معانا معلقه كبيره من البصل البودره، معلقه كبيره من الثوم البودره، ومعلقه كبيره من البابريكا، وورقه ريحان هنقطعه صغير كده ونحطه معاها، او ممكن تستبدلوا الريحان بالزعتر لو في زعتر ناشف عندك او زعتر فريش، هيبقى تحفه. ونبقى كده عملنا ايه؟ شويه صلصه تحفه من بتوع البيتزا، اللي هي صلصه البيتزا اللي بنفردها على العجينه وبتديها طعم حلو قوي، ومعانا شويه جبنه موتزاريلا بس كده، ولا اي حاجه تانية، ولا لحمه ولا فراخ ولا بتاع ولا اي حاجه، بتطلع خطيره ان شاء الله تعجبكم. انا معايا كده حله صغيره على النار عشان احضر صلصه البيتزا. هنحط معجون صلصه الطماطم زي ما اتفقنا، تقريبا كوبايه، وهنحط الملح والفلفل، ملح وفلفل، والبصل البودرة والثوم البودرة كده، والثوم البودرة، وبابريكا. بس سهلة جدا، أسهل حاجة. ومعانا زيت زيتون كده علشان بقى ايه يسخنوا دلوقتي ويعملوا لنا صوص البيتزا. بعلي النار بس كده، وشويه بقى ورق ريحان. عايزه اجيب كده ايه، ممكن بالسكينه، من السكينه اهي، وناخد كده كام ورقه من الريحان الحلو الفريش ده ونحطهم عليهم. يعمل بقى طعم خطير. لو مش متوفر عندك الريحان خلاص هنستبدله بالزعتر المجفف او الزعتر الفريش، هيبقى فظيع. ناخد منه بقى كده ونحط، ريحة الريحان خطيرة. نقلب كده، بس كده يا جماعة. ودوقوها بقى عشان تطمني ان الملح بتاعها مظبوط وانها تمام، ولو احتاجت ملح حط لها بس كده. اسهل صلصه بيتزا ولا الهوا، خطيره. هنعمل اوبس بتاع جريد. هنعمل ايه بقى عشان نظبطها؟ انا معايا صينيه فرن، او لو عندك طاسه
بتدخل الفرن، الايد بتاعها حديد مثلا او حاجه بتدخل الفرن، اوكي ما عندكيش خلاص يبقى صينيه فرن عاديه او حتى بايركس او فخار، حتى اي حاجه بتدخل الفرن ما فيش مشكله. بس انا جبت صينيه البيتزا الحلوه دي، هنديها دهنه خفيفه كده برده من الزيت. الشوايه وندخلها في الفرن يا دوب يعني 3 4 دقايق الجبنه بس ايه تسيح تحت الشوايه. انا جيت هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه، شويه مقرمشات لطيفه جدا بتدخل الفرن، وصفه سهله ولذيذه قوي. ايه بقى القصه؟ بص انا معايا تقريبا نص كوبايه من الزبده، هحتاج كده ايه ادخلها هي طريه ولا يعني هدخلها المايكرويف دلوقتي تفك شويه. تمام، نص كوبايه زبده. تمام، هنحتاج معاها ايه؟ معانا 100 جرام من الدقيق، 100 جرام من الدقيق، معانا كمان جبنه شيدر مبشوره اهو، ممكن تستبدلوا الجبنه شيدر بجبنه رومي لو تحبوا. معانا كمان صفار بيضه، صفار بيضه ده عشان ايه يعني هنحط عليه ملح وفلفل وندهن بيه وش الفطاير او مش الفطاير بقى المقرمشات اللطيفه دي قبل ما ندخلها الفرن. معانا بقى كمان شويه توابل هنحطها عليهم، في مثلا البصل البودره والثوم البودره، ممكن كمان نحط لو في توابل مشكله اللي هي بتاعه الفراخ مثلا او حاجه تعمل نكهه لطيفه، او نكهه البطاطس المحمره بيبقى فيه برده في الاسواق كده ايه مجموعه توابل للبطاطس بتاع مثلا، لو تحبوا تحطوها هتعمل طعم لطيف. مش عايزين خلاص يبقى كفايه خالص البصل البودره والثوم البودره مع الملح والفلفل وشويه ايه التوابل المشكله اللي هي بتاعه الفراخ. تمام، هنحط كده منها رشه خفيفه خالص هتعمل لنا لون حلو للعجينه وطعم ظريف قوي. تمام، بس كده ولا اي حاجه تانية وبتطلع خطيره. ناخد بس الزبده نحطها في المايكرويف، خد لها كده بس ايه نص تسيحه كده خفيفه
هحضر هنا كده بولة نحط فيها المكونات، الدقيق والملح والفلفل، ملح، رشة فلفل، وبصل بودرة، وتوم بودرة، بهارات مشكلة، معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة، تمام. نقلبهم كده مع بعض حلو قوي، واجيب الزبدة ومعانا الاسباتيولا اللي فين الصغيرة التانية، طب تعالي انتي، ونحط الزبدة معاهم. انا طريتها خالص اهو زي ما انتوا شايفين، اللي بالكلام الحلو ده كده مع بعضه. كده ونحط شوية جبنة شيدر مع العجينة برضو كده، احط لها كده رشة دقيق خفيفة عشان تمسك بس معايا، رش الدقيق خفيفة خالص لغاية بس ما تعمل معاكي كتلة كده كده اهو، بس كده هنفردها بقى ونشكلها. نعملها مثلا مربعات بالسكينة او بالقطاعة، هتبقى لطيفة جدا. هفردها لكم حالا دلوقتي ووريكم شكلها. اوسع مكان هقول لكم حالا. ومعنا بقى ايه مثلا؟ معنا الشاليمو، عارفين الشاليموهات اللي هي التخينة شوية دي او حتى الرفيعة، هنعمل بيها شكل في العجينة تبقى كده مخرمة كده، شكلها جميل قوي، هوريها لكم دلوقتي كده اهو. او مش عايزين تعملوا الاخرام دي خلاص تقطعوها بس كده بقطعه مثلا شكل مربع او مدور، هتبقى برضو لطيفه جدا. نجيب السكينه
180 يا جماعة ده بيشم النار بيستوي على طول، مبياخدش وقت أبدا. يعني هتلاقيه مثلا ايه 6 دقايق 7 دقايق، لأن هو يعني رفيع جدا ورقيق قوي، وبيبقى كمان مقرمش كده ولطيف جدا ولذيذ قوي، مبياخدش خالص أي وقت في الفرن. فخلوا بالكم متسيبوهوش وتنسوه فيتحرق، بيبقى ضعيف قوي، بيطلع مقرمش وخطير. حطوه طبعا في الرف اللي في النص كده اهو، ونفرد بقيه العجينه برده ونقطعها. بيطلع لذيذ، وطعم الجبنه الشيدر جواه جميله، بيبقى كرانشي كده، بصوا شكله تحفه ولذيذ جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم. طعم الجبنه كمان في العجينه حلو قوي قوي، تقدروا زي ما قلت لكم بركة السبع تقدروا زي ما قلت لكم تحطوا صفار بيضه كده عليها رشة ملح وفلفل، وتدهنوا وش المقرمشات اللطيفة دي قبل ما تدخلوها الفرن، او تعملوها كده على طول، مفيش مشكلة لو مش عايزين تدهنوها براحتكم خالص، بتطلع لطيفة جدا جدا خطيرة، فيها كده حتة كرانشي كده. هاتلنا كده يا أستاذة سمورة لو سمحتي اهو. ايوه بصوا خطير اهو، اطلع فوق ولا اعمل ايه اهو، بصوا خطير خطير يا جماعه، وطعم الجبنه فيه يجنن. جربوها ان شاء الله يا رب تعجبكم. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض، بيتزا المكرونه، اسهل حاجه في الدنيا. مكرونه مسلوقه عملنا لها صوص بيتزا خطير سريع وسهل جدا، حطيناه مع المكرونه وعلى الوش شويه جبنه، ودخلت الفرن تحت الشوايه، الجبنه تسيح كده وتاخد لون حلو زي ما قلت لكم، هي شوكه بس كده، وانزلوا بقى على الطبق ده حتتك فتتك خطير. والوصفه الثانيه عملنا مقرمشات بالجبنه لطيفه جدا جدا زي الكراكرز كده، وصفه سهله وعجينه بسيطه خالص وطعمها خطير، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بشكركم جدا جدا انتوا تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه